السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحل عن عالمنا يوم السبت الموافق 5/8 زوج الشيف هالة فهمي بعد معاناة من مرض السرطان. زوج الشيف هالة فهمي راجل مخلص ومحب، كانت عيونه بتلمع بنجاح مراته الشيف هالة فهمي. الشيف هالة فهمي بتنعيه بكلمات محبة ان هو كان داعم ليها وكان محب ليها، محب لنجاحها. ده نموذج للزوج المحترم المحب لبيته ولزوجته ولاولاده. كلما بنشوف النموذج ده في المجتمعات العربيه بتاعتنا او المجتمعات الشرقيه، دايما بنشوف الراجل بيغير من نجاح مراته. ولكن الاستاذ ايهاب تخطى هذا الموضوع بمراحل. هو فرح لنجاحها وشجعها ودعمها نفسي ومعنوي، وقف معاها. أي إن نجاحها ده كان برضو على حساب بيتها وحساب أولادها وحسابه هو نفسه، وهو كان مريض بالسرطان. لكن رحمة الله عليه نموذج للراجل المحترم. في حديث للشيف هالة فهمي قالت إن أنا لقيت الدعم من الزوج ومن الأولاد وكل المقربين. وبتقول كمان أنا كنت بعيدة كل البعد عن المطبخ وما كنتش مركزة في المطبخ، كنت مركزة في دراستي وبس. لكن كل ده اتغير لما اتجوزت وعملت اول حلة محشي في حياتي، كانت طالعه زي المهلبيه. ومن هنا قررت الشيف هالة فهمي ان تدرس وتتعلم، وخدت كورسات في الطبخ عشان تنفع بيتها وزوجها واولادها. تقول اول معلم ليها كان الشيف رحمه الله عليه الشيف اسامه، وبعدين خدت كورسات في الطبخ، وكمان خدت ختم الجوده من حماتها، واصبحت الشيفه بتاعت العيله خصوصا في رمضان. خاصه بالذكر طبق الكشري اللي بتعمله، العيلة بتاعتها كلها بتتكلم عن طبق الكوشري اللي طالع من ايد ام نور. نسيت اقول لكم ان نور ده ابنها الكبير. بعد 7 ايام من وفاة جوزها رجعت عشان تقدم برنامجها على قناة هي. البرنامج اسمه ست الحبايب، اللي نعت فيه الشيف هالة فهمي زوجها بكلمات جميلة ورقيقة، وان دلت بتدل على انه كان راجل ممتاز ومحترم ويستحق حبها ليه. كفاية انه كان واقف جنبها ووصلها لقمة النجاح والشهرة. وأول كلامها بدأته وقالت إيهاب ما كانش بس زوج، كان أخويا وأبويا وابني. أنا اتجوزت وأنا صغيرة قوي وعشت معاه أكتر ما عشت في بيت أبويا. وقالت لما أبويا مات أنا ما حسيتش بالإحساس ده، حتى لما أمي ماتت زعلت، بس ولكن غير اللي أنا حاسة بيه دلوقتي. يعني زعلت بس مش كمية الزعل، هي زعلانية دلوقتي بفقدان الزوج والحبيب. تحكي عن الفترة اللي هي ال7 ايام دول، بتقول انا دقت فيهم طعم المرار، حتى يعني بق المية ما كانش ليه طعم. حاسة ان هي موجودة لوحدها برغم من وجود الناس اللي حواليها وولادها، الا ان هي حاسة ان هي فقدت شيء عزيز. طبعا الاستاذ ايهاب كان سندها وظهرها والداعم ليها ومحب ليها. وكملت الشيف هالة وقالت دي اول مرة اطلع حلقة وهو مش قاعد بيتفرج عليا. كان ميعاد الساعة 12 ده عنده ميعاد مقدس. الفترة الأخيرة كان تعبان وساعات بيغيب عن الوعي، وكان مركز في وقت البرنامج ويطلب منهم من الموجودين معاه في البيت ان يفتحوا له التلفزيون على ميعاد البرنامج. بتقول كمان كنت برجع وبقعد واحكي له هو عشرة عمري وحبيب العمر. وبتكمل كلامها وبتقول هتقولوا لي هو في مكان أحسن وارتاح، ويا رب كل الألم اللي حسه في خلال رحلة مرضه بالسرطان تكون في ميزان حسناته. هو ده وفاء الزوجة المخلصة لزوجها بعد الوفاة ورحلة كفاح وتربية أولاد. المعروف إن الشيف هالة فهمي بدأت العمل في برنامج البلدي يوكل، وبعدين بيت العيلة، وبعدين سفرة وطبلية، مطبخ هالة على قناة النهار، ست الحبايب على قناة هي. أدعو الله العلي القدير أن يتغمده بكامل الرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نطلب من العلي القدير الصبر والسلوان للشيف هالة.